معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من بغداد متخصص بشؤون المياه والأنهار السيد هيثم الخزعلي، مرحبا بك. إذا نتحدث عن عمليات النزوح من محافظات البصرة وغيرها من المحافظات الجنوبية التي ازدادت في المدة الأخيرة بعد تلوث المياه، ماذا يعني ظهور هذه الأسماك النافقة في تلك المحافظات؟ طبعا الحقيقة ظاهرة الأسماك النافقة ظاهرة جديدة على العراق، وهناك عدة مؤشرات غريبة حول هذه الظاهرة. إنها ظهرت في عدة محافظات، بعضها في وسط وبعضها في جنوب العراق. وزارة الموارد المائية ووزارة الصحة شكلت لجان تحقيقية حول دراسة هذه الظاهرة، وتم فحص الأسماك فلم يوجد هناك وباء سمكي معين أو مرض معين يؤشر إلى نفوق هذه الأسماك. ثم تم فحص المياه ولم تظهر حالة تسمم في المياه، واليوم أيضا ظهرت هناك أسماك نافقة بأعداد كبيرة في محافظة الديوانية، كلفت ما يقارب 2 مليون دولار من الثروة السمكية. هناك رأي لبعض المحللين أو الكتل السياسية بأن هناك جهة خفية تحاول أن تستهدف الثروة السمكية العراقية والاقتصاد العراقي عبر افتعال هذه الظاهرة، خصوصا أنها جاءت بعد إعلان العراق بأيام اكتفائه من الثروة السمكية. مجلس محافظة بابل أيضا حذر من تفاقم نفوق الأسماك ووصولها إلى محطات التحلية في المدن، ما تداعيات وصول هذه الأسماك النافقة إلى مياه التحلية؟ طبعا الحقيقة كل التخوف أن تكون تحمل فيروس وبائي غير مكتشف، وعند وصولها إلى مياه التحلية ربما تنتقل العدوى إلى البشر، وبالتالي قد يكون هناك إصابات في السكان العراقيين والمواطنين العراقيين، وبالتالي كل الخوف والتحذير من تفشي هذه الظاهرة وانتقالها إلى السكان المحليين. النائب جمال محمداوي قال إن نفوق الأسماك يعني يؤشر على وجود أياد منتفعة على حساب البلد، وأنتم أشرتم قبل قليل إلى ذلك، هل تعتقد أن هناك من يعبث في هذه الأزمة، ويعني من المستفيد منها؟ الحقيقة هو العراق أعلن أنه هناك ارتفاع من الثروة السمكية وانخفاض أسعار الأسماك بشكل عام في العراق، ربما يؤدي إلى تضرر اقتصادات بعض الدول التي كانت تعد الأسماك إلى العراق، وربما يكون بعض التجار، وربما هناك دول معينة تحاول ضرب الاقتصاد العراقي. تحدث الكثير حول أسباب هذه الظاهرة، والبعض حاول أن يعزوها إلى مسألة الملوحة وانخفاض مناسيب المياه، وهذا غير حقيقي لأن منسوب نعم. إذن شكرا جزيلا لك من بغداد متخصص بشؤون المياه والأنهار سيد هيثم الخزعلي.